قصص النجاح والإبداعات كثيرة، وأجملها ما يكون نتيجة معاناة كبيرة. محمد وليث خريجان جامعيان من مدينة الموصل التي لم تشف بعد من آثار الدمار الذي حل بها نتيجة الحرب. تقطعت بهما السبل فقادتهما دوافع إثبات النفس والتحدي والنجاح لإنشاء مطعم ومقهى ضمن حافلة ركاب قديمة، فتحقق لهما الكثير مما أرادا. يوجد 3 أو 4 مقاعد للعوائل داخل الباص، هناك أيضا مقاعد خارج الباص، يعني موفرين كافة المستلزمات اللي يحتاجها الزبون داخل الباص. احنا خريجين صراحة جامعة الموصل سنة 2016، ما حصلنا فرص التعيين في تعيينات 18 ولا 19 ولا 20، فهذه الفكرة جت حتى لا نتكئ على أهالينا ولا نتكئ على الحكومة، فلازم الشباب صراحة تسعى وتسعى الرزقة بالحلال. حبينا نطور الباص كافيه إلى مطعم، المطعم يكون بداخله عبارة عن ينقسم قسمين، مطبخ غربي وقاعدة داخلي داخل الباص. فكرة بالبداية كان صعبة، أكو من انتقدنا فكرة فاشلة ابتعدوا عنا، وأكو من شجعنا. أنا خريج 2016-17 تربية إنجليزي، إذا واحد خريج تربية إنجليزي وما يتعين فلازم أشي يعمل بالمقابل، دوا على غير شغل. فكرة المطعم المتنقل لاقت ترحيبا كبيرا من قبل أهالي مدينة الموصل الذين أكدوا دعمهم لجميع الإبداعات الشبابية. نشكر نحن الشباب الذي قاموا بهذه المبادرة، بصراحة يعني جميلة جدا. وثاني شيء يعني المبادرة هم يعني يعينون نفسهم بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية يعني يفيدون المجتمع الموصلي، يعني منطقة ترفيهية جميلة جدا. مشروع يعني ما شاء الله حل مرتب وناجح، وإحنا كشباب يعني ندعم هكذا مشاريع، لأن هاي مكان الترفيهية قريبة على المنصة، يعني واحد يجي يتعشى يطلع يقرب المنصة يتونس، يعني مشروع حل ناجح ونشكر جهودهم على الشغل والترتيب. محمد ولي مثالان على الصمود والنجاح بعد الشدة والكرب في بلد تأسست على أرضه أروع وأولى قصص الحضارات البشرية.